لي صديق ايه؟ اسمه عبد الله. اوكي. ب 2007 تقريبا صداقة. ممتاز. واخوه يعني صداقتي بيه عالية. في يوم من الايام رحنا للشاطئ. انت وياه؟ انا وولد يعني، وعلى اساس هو ويانا. هو وياه. فخابرته قلت له تجيها؟ قال لا، قال ما اقدر. فلقيت اخوه مرحم الله يرحمه. قلت له امشي يعني. فغت اخوه اكبر منه اصغر منه؟ لا اصغر. فمن صعد وياي خابرت عبد الله. قلت له يعني حسون ويانا. قال لي لا لا تاخذه هاي. قلت له يانا يعني احنا كل فتره يعني نروح. يا منطقه ماكو مشكله بلا عطيفي. بلا عطيفي؟ ايه يعني كل فتره نروح ماكو مشكله. لو جسر عطيفي؟ ايه تقريبا. فرحنا وصلنا لهناك يعني قعدنا. كم واحد كنتوا؟ كم واحد؟ احنا اربعه. اربعه هو رابعكم؟ هو رابعنا. خوش. فالتهينا يعني نسولف وهاي وحسونا يعني ماكو اختفي. فدورنا منا ماكو. اكو قريبه علينا نجده بلغناها يعني قلنا لهم اكو هيك حاله بالهاي. حسون غرق. حسون غرق. مراسيم الفاتحه وانا وياهم. بس عبد الله يعني مو نفس يعني قبل. تغير جذريا. خلصت الفاتحه يعني دزيت لعالم بس ما يعني ما قبل. شنو جوابك كان؟ ما يرضى اصلا يشوفه. يعني مختصر الكلام يقول لك انه انت سبب وفاه اخويا. اي بالضبط. حاليا اخذ لك رقم تليفونه واتصل علي والبي خير يقدمه رب العالمين. الان يرد رساله وجه وجها لوجه مع عبد الله. فحيجي الولد. واسمع رسالته. اللي عجبتك رسالته حكون اني واللي كادر وياي ممنونين منك. عراس. وهي غايه برنامجنا. اللي ما عجبتك رسالته احنا ما نجبرك على شيء انت ما رايده. صح. راح تجي الرساله. ايوه. انا رايد منك اسمع الرساله ما خسر. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. الله بالخير. الله بالخير والعافيه. أعبد. أنا آسف خاف. لا. يعني جبتك بهاي الطريقة. وجه الرسالة. قول يعني تعرف يعني مو أنا السبب وأنت تعرف كل زين. حيدر أنت من خابرتنا مو ثلاثة دار. احكي سالف طلع بقلبك. بقلبه احنا كل يعني كل مره نروح قابل انا متقصد يعني ما متقصد امر الله هذا يعني يريد يصير وهو يعرف انت تعرف انا ايش قد احبك واحترمك وانت اخوي وصلنا هواي احنا انا مناكر بالعكس سولفت كل شيء كل شيء حكي اكثر من اخوه احنا مو اخوه حيدر انا من اشوفك يعني انا الف مره من اشوفك و كاني ما شايفك واعبر بالشارع يعني هواي اتذكر امورك متجن انا وقدام العالم وتخجلني قدام العالم انا شو اسوي هسه؟ شنو الموقف اللي راح يصير؟ عبد الله عبد الله عبد الله ما عاد ما حس اطفي الكاميرا ولا اجيب برنامج انا ماكو شوق بعيني ما عاد ما حس اطفي الكاميرا لكن الاخ مستعد ان يجاهلك ويعوفك ويقول خلاص قضاء وقدر كل شيء انت وامر بيد رب العالمين لكن اصر انه يجي للبرنامج ويعتذر منك قدام العالم كله ويقول لك انه اني ما غلطان بشيء انه اني والله العظيم هذا الشيء مو بيدي بعد شيء صار اي والله وانا يعني بالفاتحه وياه يعني ما عرفت بس ورا الفاتحه يعني ما قدرت اوصل شلون اوصل لك يعني انا اهلي قالوا لي بعلا يعني عوف جماعتك هذول كليتهم يعني هم كانوا سبب يعني تنسى كل شيء أنا ما أنسى أنا وياها كان أسولف بيك يعني قدامه وحيدر هيك وحيدر هيك. قول هذا يعني أمر الله. أدري أمر الله. بس أنا عليه صعب. ترى هو جرحك جرح والله. يعني أنت وأخوك اثنيناتكم نفس المعز. أنا أصلاً من شفته يعني أنا مشتاق له فرحت من شفته بس يعني ما أقدر. زين أوكي. جرب. سامحك؟ إن شاء الله. قلب ولسان؟ إن شاء الله. Yeah.